صباح الخير للطالبين باب الله والرزق الحلال. مشاهدينا، كما نعلم بأن البلاط هي تلك الأجزاء التي تستخدم لتزيين المنازل وأرضياتها وجدرانها وأحيانا الأسقف لتضفي عليها طابعا معماريا يزيدها جمالا أكثر. نتعرف اليوم على مهنة المبلط، نتابع. صباح الخير. الله يعافيك. توفيق عبد الله خالد كمالي. ممكن تكلمنا على شغلك بالبلاط؟ بالنسبه للمواد، بلاط خلطه سيمنت يعني، او بشكل عام هي خلطه مع سيمنت مع نايس مع البلاط، و في شويه اجراءات زي تبليل البلاط قابل الدفاع عن حاجات كذا وزنيات. طيب ايش انواع البلاط وايش افضل نوع؟ البلاط فيه انواع، في اللي هو افضل نوع الاسباني، ولا بالنسبه للانواع الثانيه المصريين سعوديين اماراتيين عمانيين، والشائع هنا اغلبهم يستخدم المصري. في بلاط كذا يجي محبب، في بلاط ناعم. بالنسبه للبلاط المحبب هذا ياخذ النوم زي ما تقولي للحمامات والمطابخ، عشان الطحس، عشان الغرف والصالات كذا بياخذوا له اغلبهم ناعم. في انواع مثلا زي الكريستال والبورسلان والسيراميك، والافضل انه السيراميك يشتغلوا. طيب مثلا انا لو رحت اني مثلا اشتري بلاط عشان ابلط بيتي، ايش مثلا النصائح او حاجات ممكن انه التزم بهم عشان اشتري بلاط نوع جيد؟ اول حاجه تركزي على نوعيه البلاط، هل هو سيراميك او كريستال او بورسلان. انا انصحكم تاخذوا السيراميك اللي يجي ورأسه على المترب، يجي مترب مع بعدين يلصق ما يفصلش. بالنسبة للبورسلان والكريستال أغلبه كله يفصل، لأنه ما يمتص الرطوبة ولا يمتص المياه حق الخلطة، لذلك يفصل مع الوقت حتى لو لصق. طيب أحيانا نشوف بعض المبلطين يستخدموا خيط وميزان على طول، يستخدموا الميزان، ليش؟ الميزان ضروري عشان وزنيات خاصة الغرف، تقع كامل وزنية كامل. أما بالنسبة للحمامات والمطابخ عشان الميول حق الماء ضروري عشان التصريف حقه، لو ما استخدمش الماء يبقي راكد بأماكن. طيب لنفترض أنه مثلا حصل كان في منزل خلاص قد أنهوا البلاط وحصل فيه تحوض للماء، إيش عليهم أنهم يعملوا؟ والله لو التعديل، اما يعدل البلاط يقلع اللي هو قد هبط عليه او انه مال عليه، او بالنسبه لله يستخدم السحاب يسحب له، هذا الحل الوحيد. يعني يا بالسحاب او قلع نهائي؟ او قلع، ايوه يقلعه ويعدله يفعل له ميول. طيب والسمنت الابيض كيف تستخدمه؟ السمنت الابيض بعد الترويب احنا نسموه، بس بعد ما نصفي البلاط نخرج هذا السمنت الاسود نرجع نفعله، يا اما اذا كان زي ما هذا اللي عاد اخضر نفعله اذا ناشف، واذا كان قدوم من يوم الاول ولا شيء نخلوه ترويبه مع الماء. يعني هو وظيفته جمالي ولا عشان التماسك وفي له وظيفه ثانيه؟ في له وظائف زي ما هذا عشان الجمال اذا منه ناشف. طيب قبل ما اختم معك، ممكن تكلمنا عليك على نفسك، كيف تعلمت مهنة البلاط؟ وهل مثلا لو أي حد ثاني ممكن يشتي يتعلم مهنة البلاط، الموضوع سهل ولا صعب شوية يحتاج مهارات؟ والله بالنسبة لي أنا تعلمته على أول ما بديته شاقي مع مبلطين، تمام، جلست فترة معهم وتعلمته على طول. وفي منهم شقات كانوا يشتغلوا معي الآن قدهم مبلطين اللي هو يعني مفتح، في بعضهم تما مش مفتح ما مش يقدرش مش يعرف نهائيا، اما اللي مفتح على طول قتلات.
خلاص نتركك تكمل شغلك وعملك، ونشكرك عشان اقتطعت جزء من وقتك معنا. إذن مشاهدينا نختم مع الأخ توفيق الكمالي المبلط هنا في مدينة فايز، نلقاكم مع مهن جديدة، إلى اللقاء.